حياكم الله جميعا أخواتي الكريمات، أهلا بكم ومرحبا في هذه الدورة المباركة الطيبة، دورة شرح متن الشاطبية للإمام الشاطبي رحمه الله برعاية الدرر الحسين في القراءات العشر للقرآن. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. سلام عليكم حبيباتي في كل بقاع المسلمين. الحمد لله الذي اصطفانا وأورثنا الكتاب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنزل علينا الكتاب وعلمنا ما لم نكن نعلم، وكان فضله علينا عظيما. وصلى الله على نبينا ومعلمنا وقائدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهي. محاضرة اليوم أخواتي الحبيبات هي مدخل إلى علم القراءات. هيا بنا ندخل إلى هذا البستان الطيب لننهل من خيراته ونقتطف من ثمراته. هيا بنا نلم بأساسيات هذا العلم ومنشأه وما معنى القراءات حتى يسهل علينا أن ندخل إلى شرح متن الشاطبية الذي يضم القراءات السبعة المتواترة. أولاً نعرف ما هو القرآن. سنتدرج في الأمر إلى أن تتواصل الأمور ببعضها وتتضح تماماً بإذن الله تعالى في أذهانكم. نعرف ما هو القرآن. القرآن هو كلام الله المنزه المنزل على سيدنا محمد بواسطة الوحي الأمين المتعبد بتلاوته والمنقول إلينا بالتواتر والمفتتح بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. طيب، هذا القرآن قد نزل بلسان العرب كما قال تعالى في سورة الشعراء: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولكن هذا القرآن قد زاد على لغة العرب بعض الأمور. أضع الشريحة بس فقط. قد زاد بعض الأمور على لغة العرب. أول حاجة زادها القرآن على لغة العرب هي الغنة. الغنة لم تكن موجودة بالسابق في لغة العرب. الأمر الثاني، هذا هو الأمر الأول، الأمر الثاني المدود بمقاديرها المعروفة في القرآن لم تكن معروفة لدى العرب. السكت بهذه الكيفية الموجودة في القرآن الآن أو نعلمها الآن لم تكن معروفة لدى العرب. الأمر الرابع التغني بالقرآن أو التغني بقراءة القرآن. نحن مأمورون بالتغني بالقرآن، يعني أي لا نقرأه كالكلام العادي. والتغني سنة رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وطبعا التغني ليس كالتغني بالشعر والغناء، ولكن معناه تزيين الصوت وتحسينه. ويفسر حديث البراء بن عازب: زينوا القرآن بأصواتكم. هذا هو القرآن. أما القراءات، ما هي القراءات؟ هي كيفيات مختلفة في قراءة هذا القرآن، أو أوجه مختلفة أو اختلافات في بعض الكلمات القرآنية نزل بها القرآن أيضا بواسطة الروح الأمين على النبي، والنبي علمها لأصحابه وأصحابه علموها للتابعين، وتواترت ونقلت حتى وصلت إلينا متواترة صحيحة. يبقى إذن هي منشأها الوحي. معنى هذا أن كل قراءة متواترة صحيحة توفرت فيها شروط القراءة الصحيحة والتي سنذكرها بعد قليل هي قرآن يتعبد بتلاوته ونتعلمه ونصلي به. ولكن هذه الاختلافات والكيفيات ليس بينها تضاد ولا تناقض، بالعكس ده هي تصدق بعضها بعضا وتعضد بعضها بعضا. طيب، هذه الاختلافات تسمى أحرف، والأحرف جمع حرف، والحرف هو الوجه. طيب، أين الدليل على أن الحرف هو الوجه؟ في كلام الله تعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: تبوت ومن الناس من يعبد الله على حرف. طيب، الحرف ما هو الحرف؟ الحرف يعني الوجه، أي ما يعبد الله على وجه الرخاء دون الشدة، وعلى وجه النعمة دون النقمة.
يبقى إذن هذه الأحرف والاختلافات منشأها الوحي. وصلنا إلى أن منشأها الوحي وأنها نزلت مع نزول القرآن. طيب ما هو الدليل على هذه الأحرف؟ هذه الأحرف سبعة، سبعة أحرف. الدليل هو الحديث المشهور والذي رواه أكثر من 15 صحابيا وكثير جدا من التابعين أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. طيب سنأخذ بعض الأحاديث دليلا على هذا الكلام. أولها الحديث المشهور جدا أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي وراء سيدنا هشام ابن حكيم، وكان سيدنا هشام يقرأ سورة الفرقان، فسمعه عمر يقرأ على أحرف، هو يقول في الحديث يقرأ على أحرف غير الذي علمني إياها النبي أو أقرأنيها النبي، هو سماها أحرف يعني أوجه مختلفة. قرأ الفرقان زي ما عندنا حفص مثلا يقول فيه مهانة، غيره يقول من غير صلة، فوجد اختلاف. فسيدنا عمر كان شديدا في الحق، فيقول سيدنا عمر يقول كدت أساوره يعني أقاتله أو أقطع عليه صلاته، ثم انتظر إلى أن أنهى الصلاة، ثم يقول ثم أخذت ثم يعني لببته بثياب، لببته بثوب كده يعني حول رقبته، جمع رداءه حول عنقه وأخذ به إلى النبي. سيدنا عمر كان شديدا ظنا منه أن سيدنا هشام أخطأ، فأخذ به إلى النبي فقال له إن هذا يقرأ على حرف غير الذي أقتلني إياه. فقال صلى الله عليه وسلم اقرأ يا هشام، فقرأ هشام، فقال كذلك أنزلت، قال اقرأ يا عمر، فقرأ عمر بس بحرف آخر، وجه آخر، بصورة أخرى، فقال كذلك أنزلت. ثم نظر إلى عمر وقال يا عمر إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف، فاقرأوا منه ما تيسر. وفي رواية أخرى فليقرأ كل كما علمه، فليقرأ كل كما علمه. هو علم سيدنا هشام كذا وعلم سيدنا عمر كذا، والوجهان صحيحان نزل بهم الوحي. طيب الحديث الثاني، طبعا سيدنا عمر لم يعقب، سيدنا عمر إذا قال النبي قولا يقول المؤمن سمعا وطاعة، لا يناقشه كلام النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا قولا واحدا، وكأن سيدنا عمر فهم القصة ولم يجادل ولم يعقب. طيب الحديث الثاني عن أبي رضي الله عنه، أبي بن كعب هو من أشهر طبعا كتاب الوحي، يقول حضرت مجلسا عند رسول الله فجاء رجلان من الصحابة فقرأ هذا بحرف، يعني قلنا الحرف هو اللي هو وجه أو بقراءة، فحسنه النبي، حسنه أي أقره ووافق عليه، وقرأ الثاني بحرف آخر فحسنه النبي أيضا ووافق عليه. فيقول سيدنا أبي فوقع في نفس التكذيب، التكذيب يعني الشك، وكأني في الجاهلية، كما كنت كأنه في الجاهلية، سبحان الله هم بشر مثلنا، فوقع في نفسه شك، استغرب الأمر، تعجب من هذا الأمر، فشعر به النبي صلى الله عليه وسلم فضرب على صدره فيقول شعرت بالبرد بين كتفي، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. فإذا هذا دليل ثاني. طيب الحديث الأخير، الأحاديث كثيرة، نقول رواه أكثر من 15 صحابي، الأحاديث كثيرة بهذا المعنى وتختلف في متنها يعني. طيب الحديث الأخير واللي بيقول إن القراءات الأحرف السبعة هذه نزلت في المدينة، أو بيستشهدوا به على إن الأحرف نزلت في المدينة، وهناك خلاف بين العلماء هل هذه الأحرف السبعة نزلت بمكة أم بالمدينة، هنقول حالا القول الراجح. الحديث يقول أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند أضات بني غفار، يعني إيه أضات؟ مستنقع من الماء لبني غفار، وهي قبيلة نزلت عند هذا المستنقع. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على حرف، حرف يعني وجه. طيب يعني وكأن هذا العالم كله مثلا سيقرأ لورش، تخيلوا هذا الأمر، وكأن هذا العالم كله يقرأ لحمزة، تخيلوا صعوبة هذا الأمر، يعني لابد فرض علينا جميعا أن نقرأ لسيدنا حمزة أو سيدنا ورش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أسأل إن قال أسأل الله معافاته ومغفرته فإن أمتي لا تطيق. وفي رواية أخرى قال له فإن فيها الشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط، أمي لا يقرأ حاجة يعني ما قرأش حاجة. فجاءه ثانيا سيدنا جبريل وقال له إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على حرفين. فقال له النبي، يعني نرى النبي رحما بنا إلى هذه الدرجة،
فقال له النبي: أسأل الله معافاته ومغفرته، فإن أمتي لا تطيق. وظل يستزيد سيدنا جبريل حتى جاء له في النهاية وقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك على 7 أحرف، فأيما قرأوا منها فقد أصابوا. تمام؟ يبقى إحنا وصلنا بهذه الأحاديث أن هناك اختلافات في بعض كلمات في القرآن، وأن هذه الاختلافات هي عبارة عن 7 أحرف أو 7 أوجه. يعني إيه 7 أحرف؟ هذه الاختلافات لا تخرج عن 7 اختلافات، بمعنى آخر هذه الاختلافات التي نزلت لا تخرج عن 7، وسنعرضها حالا. طيب، إيه وصلنا إن هذه الأحرف نزلت بنزول الوحي. السؤال الآن: هل نزلت بمكة أم بالمدينة؟ طبعا هناك قول أنه القرآن نزل بمكة على حرف واحد وهي لغة قريش، ثم نزل الباقي في المدينة، ولكن القول الراجح أن 7 أحرف نزلوا في مكة، نزلوا في مكة، ولكن الأمر بالقراءة بها والتوسع فيها كان فين؟ في المدينة. والخلاصة في هذا الأمر أن هذه الأحرف جميعا نزلت قبل الفتوحات وقبل الفتح وقبل دخول القبائل العديدة في الإسلام. ليه؟ لأن هذه القبائل كل قبيلة تقرأ بلهجة، يعني منهم من يسهل الهمز، ومنهم من يحقق، ومنهم من يقرأ بالإمالة أو التقليل، ومنهم من يقرأ بالفتح. فإذا أتينا لرجل مثلا في 60 أو 70 من عمره وهو يسهل الهمز طول حياته، هذه لهجته، أو يبدلها مثلا ونقول له حقق الهمز، والله لن يستطيع، لن يستطيع. وهذا القرآن يعني الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يعني القرآن يسير، فالله سبحانه وتعالى كان هذا تيسيرا على هذه الأمة. طيب، يبقى نعرف دلوقتي الأحرف السبعة. الأحرف السبعة هي التغاير والاختلاف في حروف القرآن، وهذا الاختلاف والتغاير لا يخرج عن 7 أمور. هذه الاختلافات: نمرة واحد، ممكن اختلافات في الأسماء، اختلاف في الأسماء في الإفراد والتثنية والجمع. يعني إيه؟ يعني لو أنا قلت مثلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طيب، والقراءة الأخرى: طعام مساكين. لم يتغير المعنى. أصلحوا بين أخويكم، فأصلحوا بين إخوتكم. وهنقول إزاي هي تتقري؟ وهم في الغرفات آمنون، يقرأ سيدنا حمزة: وهم في الغرفات آمنون. طبعا القرآن لم يكن في البداية لا منقوطا ولا مضبوطا، يعني ليس هناك نقط وليس هناك ضبط، ليس هناك ألفات صغيرة ولا ياءات صغيرة ولا بوات صغيرة. فمسكين نضع الألف الصغيرة تصبح مساكين، أخويكم بلا ما فيش نقط، لا فوق نضع نقطتين أسفل أو أعلى، أو تغيير التشكيل برضو الغرفات، لو حطينا ألف مع الغرفة بتصبح الغرفات، ولذلك هي مكتوبة بالتاء المفتوحة عشان تحتمل الجمع أو الإفراد. طيب، اختلاف في الأسماء برضو في التذكير والتأنيث. يعني لو أنا قلت: ولا يقبل منها شفاعة، ولا تقبل منها شفاعة. طبعا شفاعة مؤنث مجازي، يجوز تأنيث وتذكير الفعل معه. طيب، لو قلت: الذين تتوفاهم الملائكة، الذين يتوفاهم الملائكة، لأن أيضا الملائكة مؤنث مجازي، يجوز معه إيه التذكير والتأنيث. دي نمرة واحد. يبقى نمرة واحد الاختلاف في الأسماء في الإفراد والتثنية والجمع أو التذكير والتأنيث. طيب، نمرة اتنين، اختلاف في تصريف الأفعال، يعني من مضارع أو ماضي أو أمر. مثلا لو قلت: من تطوع خيرا، ماضي. طب ومن يتطوع خيرا، قراءة سيدنا حمزة والكسائي، ومن يتطوع خيرا مضارع. فنجي من نشاء، فننجي من نشاء، ماضي ومضارع. طيب، في سورة البقرة مثلا قراءة: قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. طب القراءة الأخرى: قال أعلم، فعل أمر، أن الله على كل شيء قدير. المعنى لا يتغير، المعنى لا يتغير، وإذا تغير فبالعكس يوضح المعنى ويزيد قوة، ويعني ويكون فيه بلاغة أكثر. نمرة ثلاثة، الأمر الثالث اختلاف في وجوه الإعراب. يعني مثلا لو أنا قلت: ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم. ولا تسألوا لا نافية والفعل بعدها مضارع، لأن لا النافية لا تؤثر في الفعل المضارع، الفعل بعدها مرفوع، الفعل بعدها مرفوع. طيب، بقراءة نافع: ولا تسأل ناهية،
لا ناهية، واللام مجزومة، الفعل مجزوم. تمام، دي بالنسبة لاختلاف وجوه الإعراب. لو قلت مثلا في سورة النور يسبح له فيها بالغدو والآصال، طب ده مبني للإيه؟ يسبح له مبني للفاعل. طب يسبح له فيها مبني للمفعول. مثلا ده الاختلاف في وجوه الإعراب. على سبيل المثال نمرة 4، اختلاف بالنقص والزيادة. يعني إيه النقص والزيادة؟ يعني إما أن يضاف حرف أو ينقص حرف. مثلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. طب القراءة الأخرى سارعوا من غير الواو، بدون الواو، أو نقولنا بزيادة الواو. طيب يا بشرى هذا غلام، يا بشرى يا هذا غلام، زيادة إيه؟ ياء مفتوحة بعد الألف. والرسم يحتمل كل القراءة دي، الرسم يحتمل كل هذه القراءات. طب في سورة الشورى لو أنا قلت قراءة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، طب فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير بزيادة الفاء. دي نمرة 4، يبقى الاختلاف بالنقص والزيادة، نقص حرف أو زيادة حرف. نمرة 5، التقديم والتأخير. يعني أحيانا كلمات يقدم كلمات على الأخرى، أو يؤخر كلمات عن بعضها، أو يقدم حرف، يعني يتقدم حرف عن التاني. مثال على تقديم الكلمة: وقاتلوا وقتلوا في آخر آل عمران. طب سيدنا حمزة والكسائي وخلف يقولوا إيه؟ وقتلوا وقاتلوا. في سورة التوبة: يقتلون ويقتلون. برضو سيدنا حمزة والكسائي يقدمون، يقدمون إيه؟ العكس، ويقتلون ويقتلون. ممكن تقديم حرف مثلا، لو قلت ونأى بجانبي، ونأى ناء يبقى الهمزة وبعدين الألف. طيب القراءة الأخرى لابن زكوان وأبو جعفر: وناء وناء بجانب، يقدم الألف على الهمزة، تقديم الألف على الهمزة. يبقى دي نمرة 5، التقديم والتأخير في الكلمات نفسها. طيب 6، الاختلاف بالإبدال. يعني ممكن يبدل حرف مكان حرف، زي ما نقول في سورة يونس: هنالك تبلو كل نفس. طيب سيدنا برضو حمزة أو حمزة وكسائي يقولوا إيه؟ هنالك تتلو كل نفس. شوفوا، هو نفس الرسم ولكن النقط اتغيرت، النقط اتغيرت. تبلو أي يعني يخبرها الله بما فعلت، أو يعني يعني يخبرها بما فعلت. أما تتلو، شوف الموقف المهيب، النفس واقفة تتلو ما فعلت بنفسها. طيب إذا قلنا مثلا: وتوكل على العزيز الرحيم. طب في قراءة أخرى: فتوكل. يبقى إذن دي الاختلاف بإيه؟ بإبدال، يعني جعل حرف مكان حرف. كده 6 اختلافات. الاختلاف السابع اللي هو الاختلاف في اللهجات. اللهجات يعني زي ما قلنا حالا إن بعض قبائل العرب تقرأ بالإمالة أو التقليل، وقبائل أخرى بالفتح. يبقى ما ندخل في الشاطبية نعرف إن الفتح عكسه الإمالة والتقليل. في يعني مثلا حد يقول وضحى مفتوحة، طيب وضحي إمالة. حد مثلا يظهر ويضغم، مثلا قد يجعل، قد يجعل هيظهر، واحد يقول قد جعل يضغموا بعض. التسهيل، الإبدال في الهمزات، حد ورش يقول يؤمنون، أو قبائل يعني تقرأ يؤمنون، وقبائل تحقق يؤمنون. التفخيم والترقيق، زي ما سيدنا ورش يرقق كل الراءات مثلا اللي هي مجال أو موضع للترقيق. يبقى دي كلها لهجات للعرب، لهجات للعرب. طيب يدخل في هذا النوع من الاختلاف زي كلمات معينة العرب بتنطقها كده. يعني في مثلا ناس تقرأ بيوت بكسر الباء، ناس تقرأ بيوت هما بيقرأوا كده، ناس تقرأ خطوات بضم الطاء، وناس تقرأ خطوات بإسكان الطاء. مثلا قراءة نافع: الأذن. في قبائل تقرأ الأذن، وفي الأذن، في قبائل تقرأ شنآن، في قبائل تقرأ شنآن، في السحت السحت. تمام، يبقى احنا وصلنا إلى إن دلوقتي القرآن نزل، القراءات نزلت، أو الأحرف السبعة، مش هنقول القراءات لأن دلوقتي هنقول إيه الفرق بين القراءات والأحرف السبعة. الأحرف السبعة نزلت مع نزول القرآن، يبقى منشأها إيه؟ الوحي، منشأها الوحي. ووضحنا يعني إيه أحرف، قلنا يعني وجه أو اختلاف، وذكرنا ما هذه الإيه الاختلافات. طيب الاختلافات دي، هذه الاختلافات لا تخرج عن امرين: اما ان الكلمات يعني تتفق في اللفظ، تختلف في اللفظ وتتفق في المعنى، او تختلف في الاثنين، تختلف في الاثنين. يعني في كلمات يعني بتتشابه في، قصدي معناها واحد ولكن تختلف في اللفظ، زي ما اقول ايه؟ البخل والبخل، البخل والبخل.
في سورة النساء وفي سورة الحديد، هما الاثنين بمعنى واحد، ولكن اختلفوا لفظا، اختلفوا لفظا. تمام، يبقى دلوقتي الاختلافات اللي قلنا عليها في القراءات، في القراءات اما ان يختلف يعني في اللفظ، تختلف في اللفظ وتتفق في المعنى، زي ما قلنا ايه، البخل والبخل. طيب ممكن تختلف في الاثنين، وده شيء جميل قوي، انا استشعر جماله حالا. يعني لو قلنا مثلا ننشزها في سورة البقرة او ننشرها، طيب ننشزها قراءة ننشزها معناها ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى يضم العظام الى بعضها البعض يوم القيامة. طيب وننشرها يعني يبعثها، يبعث، وطبعا لن يبعثها الا اذا جمعها بعضها الى بعض، فالقراءتين تكمل بعض، القراءتين تكمل بعضهم البعض. طيب لو قلنا مثلا ان المصدقين والمصدقات، ادي قراءة بالتخفيف في سورة الحديد. طب ان المصدقين والمصدقات، المصدقين بتشديد الصاد معناه المتصدقين، والمتصدقات وأضغمة التاء في الصاد. المصدقين والمصدقات الذين يزعمون لأمر الله تعالى، والمصدقين بالتشديد، والمصدقات الذين يخرجون من أموالهم، وطبعا لن يخرجوا من أموالهم إلا إذا أذعنوا لأمر الله تعالى. يبقى إذن شوفوا سبحان الله، القراءتين يعني تجعل المعنى أجمل وأجمل يعني وأوضح كمان. فإذا اتفقنا دلوقتي إن الاختلافات إما أن تكون في اللفظ فقط ولكن المعنى واحد، وإما أن تكون في اللفظ والمعنى. طيب نصل إلى أمر مهم، إيه الحكمة من إنزال هذه الأحرف السبعة؟ يعني ليه ربنا أنزلها سبعة؟ زي ما استشفينا من الحديث اللي قلناه إنه تيسير على الأمة، زي ما قلنا حالا، إذا جاءني يعني شيخ كبير في الثمانين أو السبعين أو الستين حتى، وهو يقرأ طول حياته بتسهيل الهمزة أو إبدال، وأنا أقول له حقق الهمز وغيره، أو افتح الفم عند النطق بالحرف، يصعب عليه جدا جدا. يبقى إذا أول حاجة التيسير والتسهيل على هذه الأمة. طيب حفظ للغات العرب من الضياع، كل اللهجات دي حفظت، كل لهجات العرب حفظت كما هي إلى الآن، إلى الآن. كمال الإعجاز والبلاغة في معاني القرآن، زي ما استشفينا حالا واحنا بنقول، دلالة قاطعة على أن هذا القرآن مصدره واحد، لأن برغم الاختلافات وبرغم هذه الأحرف إلا أنها جميعا تصدق بعضها بعضا وتعضد بعضها بعض، وليس بينها تناقض ولا تضاد أبدا. طبعا الحاجة كمان، عظم أجور هذه الأمة، أجرها عظيم وفضلها على سائر الأمم. ليه؟ لأن أبناء هذه الأمة انكبوا على هذا القرآن، يتدارسونه ويعني يستخرجون معانيه وأحكامه. المايك لو سمحت اللي فتح المايك، يستخرجون معانيه وأحكامه والقراءات المختلفة فيه والإعراب، فهذه كلها أجور، أجور. وعندما نقرأ على عشر، هي 10 قراءات، هنوصل حالا إنها 10 قراءات متواترة صحيحة. تخيلوا لما نجمع الآية ب10 قراءات. نعم الشات هشوف حالا. لا انا من، لا مش ننشزها وننشرها تحت الاحرف، الحروف السبعه، لا انا اقصد اقول ان مش احنا قلنا دلوقتي ان الاحرف السبعه دي عباره عن اختلافات؟ لا ذكرتها في الاول، خلاص خلصنا منها. انا بدي مثال ان الخلافات دي ممكن تكون ايه، ممكن تكون ايه، يعني ممكن تكون مختلفه في اللفظ فقط، تكون مختلفة، ماشي، ممكن تكون مختلفة في اللفظ فقط أو مختلفة في اللفظ والمعنى، وممكن تدخل تحت الأحرف السبعة على أساس إبدال حرف مكان حرف، ممكن طبعا، ممكن صحيح، ممكن تدخل يعني في هذا المعنى صحيح، لأن إحنا دلوقتي هنقول إن الإقراءات السبعة هي جزء من الأحرف السبعة، هي صح تدخل تحت الأحرف السبعة، زي ما إحنا قلنا تبلو وتتلو، طيب ما ننشرها وننشزها، صح تدخل نعم. وصلنا الآن إلى إيه علاقة الأحرف السبعة، وده اللي كان دايماً يحصل فيه لبس عندنا، إيه علاقة الأحرف السبعة بالقراءات السبعة؟ وهل القراءات السبعة دي يعني الأحرف السبعة دي هم القراء اللي إحنا عارفينهم السبعة؟ لا طبعاً ليسوا هم إطلاقاً. إحنا دلوقتي وصلنا إن الأحرف السبعة منشأها الوحي، وإنها نزلت مع نزول القرآن. طيب القراءات السبعة بدأت إمتى؟ في القرن الرابع الهجري، القرن الرابع الهجري. الأحرف، القراءات جزء من الأحرف السبع، القراءات زي ما قلت حالا ننشزها أدي قراءة، نعم هي جزء من الأحرف السبع أو من الأحرف السبع، نعم. يبقى إذن الأعم هي الأحرف السبع،
والقراءات جزء منها، والأحرف السبعة نزلت مع نزول القرآن ومنشأها الوحي، أما القراءات يعني بدأت في القرن الرابع الهجري. طيب نصل، إحنا عمالين نطلع يعني خيوط متصلة ببعضها، ركزوا معايا جدا. نوصل إلى نقطة مهمة، ما هي أنواع القراءات؟ إيه أنواع القراءات؟ القراءات تنقسم إلى صحيحة متواترة وقراءات شاذة. القراءات الصحيحة المتواترة التي يتوفر فيها ثلاثة أركان، يتوفر فيها ثلاثة أركان، كما قال الإمام ابن الجزري، قال إيه؟ وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. يبقى إذن أنا عندي ثلاث أركان أو ثلاث شروط، إذا توفرت نقول إن القراءة دي صحيحة متواترة. الشرط الأول بيقول إيه؟ وكل ما وافق وجه نحوي، يعني أي قراءة صحيحة لازم توافق وجه من أوجه اللغة أو النحو يعني، مجمعا عليه أو مختلفا فيه، يعني مجمعين عليه كل علماء النحو إن ده وجه صحيح أو حتى في اختلاف، المهم توافق حاجة، توافق حاجة من النحو. مثال الأمثلة أتوضح لنا الأمر. لو أنا قرأت وصية لأزواجهم أو وصية لأزواجهم. طيب وصية، خلينا في وصية المرفوعة لأنها أسهل، مبتدأ لخبر شبه جملة اللي هو لأزواجه، خلاص أدى قراءة صحيحة وفقط وجه من أوجه النحو أو من وجوه النحو. طيب وصية قرأها على أساس إيه؟ مفعول مطلق، مفعول مطلق لإيه؟ ده مفيش قبلها حاجة، مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره إيه؟ فليوصوا وصية لأزواجه، يبقى إذن صحيحة وفقط وجه من أوجه النحو. طيب من قرأ سيرات بالسين وهو رويس وقنبل، ليه قرأوها بالسين؟ لأن أصل الكلمة في اللغة بالسين، كلمة سيرات في اللغة هي بالسين، فإذا وافق اللغة. ومن قرأ بالصاد وافق رسم المصحف، وافق رسم المصحف. طب وليه جاء الصاد بالذات؟ يعني لماذا أتوا بحرف الصاد، أو لماذا يعني أتى القرآن بحرف الصاد؟ لأن حرف الصاد في استعلاء وإطباق كحرف الطاء اللي بعده، يتناسب معه، وكذلك في همس ورخاوة كحرف السين اللي هو أتى بدلا منه. يبقى إذن إيه؟ من قرأ سيرات بالسين وافق اللغة، ومن قرأ سيرات بالصاد وافق الرسم. وطبعا في قراءة تانية بالإشمام لسيدنا حمزة، بقى هنبقى نتعرف عليها. الإشمام مجرد إن هو صوت يعني ليس له علاقة بالرسم. تاني حاجة بيقول وكان للرسم احتمالا يحوي، نركز بقى في الحتة دي كويس، يعني ايه كان يعني موافقة الرسم ولو احتمالا. طيب هو ممكن القراءة توافق الرسم احتمالا او تحقيقا. تحقيقا ازاي؟ زي من قرأ ملك، ملكي يوم الدين، ملك كلمة ملك هي مرسومة في المصحف ملك، يبقى إذا كل من قرأ ملك يوم الدين قرأوا وافقوا رسم المصحف تحقيقا. ومن قرأ مالك رويه ناصر عاصم والكسائي قرأوها إيه؟ احتمالا. احتمالا على إيه؟ على تقدير إثبات ألف. يبقى فهمنا الموضوع ده؟ يعني اللي مثلا كلمة إيه؟ تبارك، كل حروفها موجود، يبقى إذا وافق الرسم تحقيقا. طيب كلمة تانية فيها الألف المحذوفة الصغيرة قرأ، يبقى وافق احتمال. فهذا مثال عليها ملك وماك. نيجي للشرط الثالث، قال إيه؟ الشرط الثالث وصح إسنادا هو القرآن. صحة الإسناد يعني إيه؟ صحة الإسناد أن يأخذ العدل الضابط على مثله حتى يتصل السند إلى رسول الله. طب مين العدل الضابط دوت؟ الذي يأخذ عن شيخ متقن لم يتطرق إليه اللحن، يعني قارئ عدل متقن عن غيره إلى أن يصل السند إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ناس قالوا التواتر مهم، التواتر يعني ايه؟ ان يتصل هذا السند لا ينقطع، ولكن ابن الجزري وغيره قالوا ان صحة السند هي الاهم، المهم ان الناس دي تكون عدول متقنين وليس مهم التواتر. تمام كده، يبقى احنا دلوقتي عرفنا الشروط الثلاثة او الاركان الثلاثة، ايوه ما حطيتلكوش الشريحة دي، لحظة واحدة. عرفنا الأركان الثلاثة التي لابد أن تتوافر حتى نقول على هذه القراءة أنها قراءة صحيحة. طيب يبقى إذن
القراءات السبعة أو العشرة التي وصلت إلينا والتي يقرأ بها الناس الآن توفرت فيها هذه الشروط، يبقى هي قراءات إيه؟ صحيحة، نتعبد بها، نتعبد بتلاوتها ونصلي بها ونتعلم، خلاص دي حكمها الشرعي، دي حكمها الشرعي. يعني أنا ينفع أصلي بقراءة ورش؟ نعم. بقراءة حمزة؟ نعم. أعلمها للناس؟ أه. أقعد أقرأها؟ نعم صحيح، كل هذا صحيح. أما القراءات الشاذة بقى، القراءات الشاذة اللي فقدت شرط من هذه الشروط الثلاثة أو الأركان الثلاثة، وطبعا على قول إنها اللي فقدت شرط، وعلى القول الصحيح هي التي فقد اللي هي التي خالفت الرسم فقط. يعني حتى القراءات الشاذة توفر فيها صحة السند وموافقتها للغة، ولكن خالفت رسم النصح. طيب يدخل تحت هذه القراءات الشاذة نوع من القراءات اسمه القراءات التفسيرية، يعني في كلمات قرأت في هذه القراءات زايدة على رسم المصحف، ولكن قرأوها للتفسير، لتفسير الآية، حتى يعني إيه توضح الآية. مثلا في سورة النساء، وله أخت، إحنا عندنا في قراءتنا ولا أخت، في إحدى القراءات ولا أخت من أم، حدد. طيب ما عندنا مثلا وكان أمامهم ملك يأخذ، وكان وراءهم في قراءة أخرى، وكان أمامهم من القراءات الشاذة، وأمامهم أو وراءهم عند العرب بتدي نفس المعنى. ساعات العرب عندهم كلمة يعني ويقصد بها العكس. في قراءة لحفصة وعائشة رضي الله عنهما، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. طبعا شوفي دي زايدة كلها صلاة العصر لتوضيح ايه هي الصلاة الوسطى. في مثلا قراءة ابن مسعود، بدل فاقطعوا ايديهما فاقطعوا ايمانهما، حدد لنا نقطع ايه، اليمين ولا اليسار. قراءة جابر رضي الله عنه، فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. يعني غفور رحيم لمين؟ للي أكرهوا مش اللي أكرهوهم، توضيح للمعنى. طيب يعني هذه القراءة أو النوعية دي من القراءة مفسرة للأمر، ولكن إيه حكمها؟ لا يجوز الاعتقاد بقرآنيتها ولا التعبد بها ولا تلاوتها ولا الصلاة بها، ولكن إيه اللي يجوز؟ يجوز تعلمها وتعلمها، أنا أتعلمها وأعلمها للناس، ويجوز بيان وجهها من ناحية الأعراب واللغة. أما التي وصلت إلينا تتميز بإيه؟ بدقة الرواية وسلامة الضبط وجودة الإتقان، عشان كده هي قراءات إيه؟ صحيحة. طيب هذا يوصلنا لأمر، هل نبدأ بالرواية أم بالدراية؟ يعني بماذا نبدأ؟ بالرواية أم بالدراية؟ الأول يعني إيه رواية ويعني إيه دراية؟ لما ندخل في الشاطبية هنعرف دراية يعني إيه؟ دراية يعني العلم والمعرفة، والرواية هي النقل عن الغير. طيب نفتكر ايه الاهم او ايه اللي احنا نبدأ بيه؟ العلماء قالوا ان الصح ان احنا نبدأ بيه، الصح ان احنا نبدأ بيه، الصح ان احنا نبدأ بيه الرواية. ليه؟ لان يعني زي ما قلت مثلا القرآن نزل للتيسير، يعني يكون يسير على الناس. اذا انا اتيت بشيخ كبير كما قلت مثلا او طفل صغير، وبعدين يعني اقعد اقول له او اقول له الادغام هو ادخال حرف في حرف، حرف ساكن في متحرك بحيث يصيران حرف مشدد كالثاني، وهذا الادغام ينقسم الى ادغام صغير يعني طبعا هيمشي، هيسيبني ويمشي. لكن الصحيح ان اقول له اقرا كذا، اعلمه الادغام يكون ازاي، اعلمه الاقلاب يكون ازاي، اعلمه الاخفاء يكون ازاي، وبعدين اذا تيسر له الامر تاتي الدرايه، تاتي الدرايه. يبقى اذا انا ابدا بالروايه، ومن يتيسر له أمر الدراية والمعرفة والعلم ياخده بعد كده. تمام. طيب احنا كده دخلنا لحاجة تانية، ان في حاجة اسمها الرواية، يبقى اذا حاجة اسمها الرواية، يبقى في حاجة اسمها القراءة، يبقى في حاجة اسمها الطريق، يبقى في الوجه. ايه الفرق بين هذه الاشياء كلها؟ القراءة هي كل خلاف نسب لإمام من الأئمة العشر، ده قراءة. يعني مثلا لو انا قلت قول النبي، لفظ النبي، النبي بالهمز، دي قراءة مين؟ قراءة نافع. ليه؟ لان نافع كله يقرأها بالهمز ولا يقرأها غيره بغير الهمز، يبقى دي قراءة نافع. يبقى كل خلاف نسب لإمام من الأئمة العشر، دي تعريف القراءة. وكل ما نسب للراوي عن هذا الإمام رواية. يعني مثلا ورش بترقيق الراء، يبقى دي رواية ورش، دي رواية ورش. طيب ما هو الطريق؟ كل ما نسب للآخذ عن الراوي وإن سفل، وإن سفل يعني مش لازم اللي خد عنه على طول، مش الاثنين اللي خد. يعني مثلا على سبيل المثال لما ندخل نعرف الروايات والرواة وكده، هنقول إن ورش مثلا له طريقان، الأزرق والأصبهاني.
طيب ادي الطريقان المعروفين مثلا، وكل طريق يرجع ينقسم تاني لطريقين، يعني الطرق كلها 80 طريق المشهورين، لكن في 980 طريق. يبقى عشان كده احنا بنقول ايه، كل ما نسب للآخذ عن الراوي وان سفل ده اسمه طريق. اما الوجه هو الخيار لصاحب القراءة، اختار يقرأ بوجه معين، بوجه السكت، بوجه عدم السكت، بكده. طيب لو خدنا مثال هيوضح لنا الأمر. لو قلت مثلا كلمة ضعف، اللي هي في أو ضعف احنا بنقرأها ضعف وضعف عند حفص، ثم جعل من بعد ضعف قوة. كلمة ضعف مين اللي بيقرأها بفتح الضاد؟ يقرأها حمزة كله بفتح الضاد، يعني حمزة كله يعني ايه؟ حمزة براويه، الراويين الاثنين بتوعه بالطرق بتاعته يقرأها بفتح الضاد، فنقول ايه كلمة ضعف هي ايه؟ قراءة حمزة، قراءة الإمام حمزة. طيب نيجي العاصم، هنلاقي شعبة بيفتحها بس حفص له الخلاف فيها، ما اقدرش اقول انها قراءة عاصم، او ما اقول ايه رواية شعبة، رواية شعبة، تمام كده. طيب امال حفص، لا ده بيقرأها مرة بالفتح ومرة بالايه بالضم، بيقرأها بالفتح عن طريق عبيد بن الصباح، يبقى اقول طريق عبيد بن الصباح. يبقى لو انا جيت اتكلم على كلمة ضعف في القرآن ده عشان يوضح لنا الموضوع، اقول ان هي قراءة حمزة، رواية شعبة، طريق عبيد بن الصباح. يبقى أنا كده جمعت مين هي قراءة مين ورواية مين وطريق مين. نيجي مثلا لحاجة أسهل، إثبات البسملة، اللي بيثبت البسملة أقول إن هي قراءة ابن كثير، لأن ابن كثير كله بالراويين بتوعه بيثبتوا البسملة، بس رواية مين؟ قالون. ليه؟ لأن ورش له خلاف كده، يعني له إثبات وعدم إثبات. طيب من عند ورش طريقين والاثنين، الأزرق والأصبهاني، الأصبهاني هو اللي بيثبتها، لكن طريق الأزرق فيه السكت والوصل والإيه والبسملة. يبقى إثبات البسملة أقول عليها إيه؟ اللي بيثبت البسملة قراءة ابن كثير، رواية قالون، طريق الأصبهاني عن ورش. تمام كده؟ ثانية واحدة هحط لكم شريحة عشان نفهم حاجة مهمة، إن دلوقتي القارئ هو الكبير اللي في أعلى الإيه؟ في قمة الراوي، هو اللي في القمة خالص، وبعدين تحتيه تيجي الرواية أهو، يعني هو مثلث مقلوب زي ما عاملينه كده، القارئ فوق بالعكس يعني، وبعدين الراوي، وبعدين الطريق. القارئ ده عنده علم غزير جدا، عنده علم كتير جدا جدا، فإدى جزء من هذا العلم نافع مثلا، إدى جزء من هذا العلم لورش، وإدى جزء تاني مختلف إدى القانون، وده اللي بيفسر ليه ورش قرأ كذا، ليه قانون قرأ كذا، هو أخذ جزء من علمه وده أخذ جزء تاني مختلف من علم هذا القارئ. طيب ليه اشتهروا القراء دول اللي احنا هنذكرهم حالا؟ لماذا اشتهروا؟ يعني اشمعنى دول؟ كان في قراء كتير جدا على فكره، وفي رواية كتير جدا غير المعروفين وصلوا لنا يعني، وفي طرق كثيره جدا. اشتهروا لاسباب معينه، اولا انهم ثقات لعلو السند عندهم، لان علمهم غزير، لانهم يتميزوا بالضبط والدقه والاتقان، لان الله سبحانه وتعالى اصطفاهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وهم دول اللي اشتهروا، يعني دول اللي اشتهروا، هؤلاء القراء هم من اشتهروا. طيب ندخل في نقطة مهمة، القراء طبعا 7 من طريق الشاطبية، هنحط الشريحة بتاعتهم حالا، و3 من طريق الدرة، اسمهم للجداد خالص أفهمهم القصة، يعني للجداد في هذا الفن أو العلم أفهمكم القصة حالا. احنا اتفقنا اللي حضر معايا اللقاء اللي فات، عشان كده دايما اللقاء الاول ده بيكون مهم جدا والله، يعني مهم جدا. اللي حضر معايا انا قلت ان ابو عمرو الداني الف كتاب اسمه كتاب التيسير، اسمه كتاب التيسير، ده ذكر فيه القراءات السبعه المتواتره، فجاء الشاطبي والف نظم عليه، خد هذا الكتاب المكتوب وراح محوله الى نظم، وحوله إلى نظم أو منظومة اللي هي منظومة الشاطبية. طيب دي منظومة الشاطبية تضم السبعة قراء المعروفين. يأتي بعد ذلك ابن الجزري، راح عامل إيه؟ عمل كتاب اسمه تحبير التيسير، زاد على التيسير 3 قراء كمان، برضو قراءتهم صحيحة متواترة، نصلي بيها نتعبد بيها كل حاجة تمام، وصلت لنا صحيحة، فزاد الثلاثة اللي هم أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر. طيب وعمل نظم عشان يسهل امرنا علينا، عمل نظم اسمه ايه؟ الدرة المضية،
إذن اللي عايز يبتدي في علم القراءات لازم يفهم حاجات معينة، إن كتاب التيسير هو شرح القراءات السبعة المتواترة، والشاطبية هي منظومة بتضم السبعة دول. طيب تحبير التيسير الثلاثة المتممين لهم عشان يبقوا 10، ما احنا بنقول القراء العشرة. الدرة المضية نظم اتعمل على تحبير التيسير عشان يبقى في صورة نظم، يبقى في صورة منظومة. واضح الأمر كده؟ طيب نأتي للقراء زي ما احنا شايفينهم على الشاشة كده، القراء السبعة. طبعا عندي، طبعا هنتعرض بقى لهذا الأمر في شرح الشاطبية بالتفصيل التفصيل. عندي نافع المدني، نافع بيقرأ عنه قالون مورش. عندي ابن كثير يقرأ عنه البزي وقنبل، أبو عمرو البصري، الدوري والسوسي، كل قارئ له راويين اتنين. ابن عامر الشامي يقرأ عنه هشام وابن ذكوان. عاصم بيقرأ عنه شعبة وحفص. حمزة يقرأ عنه خلف وخلاد. الكسائي يقرأ عنه أبو الحارث وحفص الدوري. وحفص الدوري ونفسه حفص الدوري اللي قرأ عن أبو عمرو البصري اللي هو الدوري اللي فوق ده. طيب لماذا قدم الشاطبي، لماذا قدم الشاطبي نافع في ال يعني في. طيب حاضر هتكلم بالراحة شوية، هتكلم بالراحة شوية. أنا بقول دلوقتي إن القراء السبعة، طيب بقول إن القراء السبعة هم نافع، كل قارئ بيقرأ عنه راويين، دي أساسيات هنحتاجها على فكرة في طول ما إحنا ماشيين، فلازم تستوعبوها من الآن. هم سبع قراء يقرأ عن كل واحد راويين، يبقى 14. تمام؟ طيب نافع يقرأ عنه قالون وورش، يبقى من المقدم قالون، قدم الشاطبي يعني ده تقديم الشاطبي في المتن. ابن كثير يقرأ البزي وقنبل، الشرايح موجودة قدامكم وهتنزل لكم على التليجرام. أبو عمرو البصري يقرأ عنه الدوري والسوسي. ابن عامر يقرأ عنه هشام وابن ذكوان. عاصم يقرأ عنه شعبة وحفص. حمزة يقرأ عنه، حاضر هقولها تاني، حاضر. حفص يقرأ عنه، آسفة، عاصم يقرأ عنه شعبة وحفص. حمزة يقرأ عنه خلف وخلاد. الكسائي يقرأ عنه أبو الحارث وحفص الدوري. نرجع تاني اللي بتطالب بيه تعريف القراءة والرواية والطريق. قلنا القراءة هي كل خلاف نسب لإمام من الأئمة العشر يسمى قراءة. يعني زي ما قلنا قراءة النبي يبقى قراءة نافع، لفظ النبي قراءة نافع، أو زي ما وضحنا بكلمة الضعف وإثبات البسملة. كل خلاف نسب الراوي عن الإمام إما نسب للأخذ عن هذا الراوي، وإن سفل وإن يعني فلان عن فلان عن فلان، ده طريق القراءة. يعني اختار أن يقرأ بالسكت، اختار أن يقرأ بالتقليل، اختار ده وجه معين، اختار هذا القارئ أن يقرأ بيه. الصوت انقطع ولا سامعني؟ حد سامعني يا جماعة؟ مسموع أستاذة، بس لما خلصت القراءة وبدأت في الرواية الصوت راح، يعني انقطع وراح، يعني راح وجه. طيب حاضر حاضر هقول تاني. قلنا المقصود بالقراءة هي كل خلاف نسب لإمام من الأئمة، أما الرواية كل ما نسب للراوي عن الإمام تسمى رواية، كل ما نسب للآخذ عن الراوي وإن سفل فهو طريق. كل ما نسب للآخذ عن الراوي وإن سفل هو طريق. طيب الوجه قلنا والخيار لصاحب القراءة، ووضحنا الأمر ده بكلمة ضعف، ووضحناه بإثبات البسملة، وأتينا إلى ووصلنا إلى القراء السبعة والرواة عنهم. طيب طبعا الشرايح معاكم، هنعرض الثلاثة اللي هم، نعرض الثلاثة المتممين اللي هم قلنا حالا إيه، أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر. أعرضهم لكم حالا الثلاثة المتممين. أيوة، أبو جعفر المدني. ما انا هقول حالا المعلومه دي. ابو جعفر المدني يقرا عنه مين؟ ابن وردان وابن جماز. ويعقوب يقرا عنه رويس وروح. وخلف العاشر يقرا عنه اسحاق وادريس. نعم، خلف هو الوحيد من بين هؤلاء الذي هو قارئ وراوي. يعني كان في سؤال دايما يسالوه كده، مين اللي، مين اللي قارئ وراوي في نفس الوقت؟ هو راوي عن حمزه عن طريق الشاطبي، وهو له قراءه خاصه لوحده هي قراءه خلف العاشر، يبقى اذا هو قارئ وراوي. وصلنا الى، ما كنت عايزه اقول حاجه مهمه، لماذا قدم الشاطبي الامام نافع يعني في الاول؟ لان يعني الناس اختلفوا من الاشرف
من المدينة. فبعض الناس بتقول إن المدينة أشرف لأن بها الرسول صلى الله عليه وسلم موجود بها، يعني مدفون بها أو موجود بها. فالإمام الشاطبي من الذين قدموا المدينة، فقدم الإمام نافع، ثم أتى بالشريف بعده اللي هو المكي اللي هو ابن كثير، ثم أتى بأبي عمرو البصري لأنه بيشترك الثلاثة الأوائل يشتركوا في الأصول مع بعض، كثير من الأصول مش بيشتركوا طبعا، بيشتركوا في كثير من الأصول. والثلاثة الأخرانيين اللي هم أهل الكوفة اللي هم عاصم وحمزة والكسائي بيشتركوا برضو في أصول كثير. طيب ابن عامر جه في النص لأنه أحيانا يوافق الثلاثة اللي فوق وأحيانا يوافق الثلاثة الأخيرين. وصلنا كده إلى إيه؟ القراءات الشاذة برضو، يعني دي معلومات بس عنها. طبعا المرة دي شرائح الدكتور أحمد أبو سمهدانة حفظه الله، بعد كده إن شاء الله هيكون يعني ليا شرائح خاصة بي في المتن نفسه. اللي هما القراءات الشاذة، عندي أربع قراءات شاذة، هشوف الشات حالا بعد ما أخلص. أربع قراءات شاذة: يحيى اليزيدي اللي هو واسطة عن أبو عمرو البصري اللي درس الشاطبية، في اثنين الحسن البصري الأعمش ابن محيصن. أربعة، أربع قراءات شاذة. أنا أشوف الشات لما أخلص بس أنتهي من كلامي. تقريبا كده أنا انتهيت من كلامي. كنت عايزة برضو أعرف يعني إيه علم القراءات عموما للي عايز يعني يعرف العلم نفسه. علم القراءات علم يتعلق بكيفية النطق، علم يتعلق بكيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريقة أدائها اتفاقا واختلافا مع عزو كل خلاف لصاحبه. علم يتعلق بكيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أو طريقة أدائها اتفاقا واختلافا مع عزو كل خلاف لصاحبه. طب إيه فائدة العلم ده؟ وصلنا إحنا دلوقتي العصمة من الخطأ في النطق بالكلمات القرآنية وصيانتها عن التحريف والتغيير. يعني اللي كانت بتسألني إحنا ليه بندرس دون وليه، والعلم بما يقرأ كل إمام من الأئمة وللتمييز بين يعني فلان وفلان، يعني ما أسمع القراءة دي أعرف إنها قراءة فلان، أسمع القراءة خلاص. طيب من وضع علم القراءات؟ الذي وضع علم القراءات اللي هو أبو عمر الدوري، اللي احنا قلنا بيقرأ عن الدوري اللي هو بيقرأ عن أبي عمرو ويقرأ عن الكسائي. عن أبي عمرو بنسميه الدوري، عن الكسائي بنسميه دوري الكسائي. وأول من دون هذا العلم هو أبو عبيد القاسم. طيب اللي بتسأل عن القراءات الشاذة، احنا قلنا القراءات الشاذة، هرجع أقولها تاني، القراءات الشاذة هي التي فقدت ركن من الأركان الثلاثة اللي احنا قلنا عليه. تمام، احنا قلنا القراءات الأركان الثلاثة اللي هي ايه؟ الأركان الثلاثة: أن توافق وجه من وجوه النحو، أن توافق رسم المصحف، أن صحة السند. طيب قلنا القراءات الشاذة توفر فيها الشرطين بتوع صحة السند وأنها وافقت اللغة ولكن خالفت المصحف. تمام، وقلنا اللي دخل تحتها القراءات التفسيرية اللي ذكرنا منها صلاة العصر، الصلاة الوسطى، صلاة العصر، توضيح للآية نفسها يعني. وقلنا حكمها إنه لا يجوز الاعتقاد بقرآنيات، يعني هذا لا نعتبرها قرآن ولا نتعبد بها ولا نتلوها ولا نصلي بها، ولكن يجوز إيه؟ أن نتعلمها ونعلمها ونستفيد منها في يعني نستخرج من ناحية الأعرابية أو ناحية اللغة. لا انا ما اعتبرناش قراءه، يعني هي احنا قلنا انها قراءه شاذة، احنا بنعتبرها قراءه صحيحه متواتره نصلي بها او نتعبد بها او نقول ان هي قران، ولكن هي موجوده، هي موجوده. ما خلي بالك هي توفر فيها ايه؟ صحه السند، يعني هي موجوده ووصلت لحد ما عرفناها. ما احنا عرفناها ازاي؟ يعني هي عندها صحه سند وتواترت لما وصلت إلينا ولكن خالفت رسم المصحف، وبالتالي احنا لا نعتبرها قران ولا نتعبد بها ولا، لكن ممكن نتعلمها. في ناس كتير معاهم اللي نعم سبع فقط لا تنزلت مع القرآن. سمع ايه؟ سبع قراءات. طيب احنا اتفقنا دلوقتي يا جماعة اللي نزل مع القرآن ده سبعة أحرف، سبعة أوجه، سبعة اختلافات، مش سبع قراءات. وقلنا ان القراءات نفسها دي جاءت في القرن الرابع الهجري، جاءت بعد ذلك في القرن الرابع الهجري. اما اللي نزل ده سبعة احرف اي سبع اختلافات، او واتفقنا هم ايه؟ تذكير وتأنيث، تقديم ومثلا يعني افراد وتثنية وجمع، ابدال حرف مكان حرف، لهجات العرب، يعني وضحناهم بالتفصيل.
ما لا ما مش هنتعلمها، ما حدش قالك تتعلميها، ما حدش في ايه يعني. لا ما احنا قلنا اللي عايز يتعلمها يعني يجوز ان انا اتعلمها لمجرد استخرج منها. اولا طب هقول لك حاجه جميله جدا، احنا دلوقتي الايات مثلا اللي احنا قلنا فسرت حاجات، وبالتالي فاقطعوا ايمانهما. طيب لو احنا كان يعني الفقهاء بيجتهدوا نقطع ايه ولا ايه، بيقطعوا الايمان يعني مفسره بيستخدموها كده في حاجه فقهيه، حكم فقهي او تفسير لامر معين. إيه لو احنا مش عارفين الصلاه الوسطى، المايك مش عارفين الصلاه الوسطى هي ايه، فالايه وضحت صلاه العصر، بنستخدمها لهذا فقط. وده اللي انا قلته حالا، ده اللي انا قلته حالا، ان هو يجوز ان احنا نتعلمها ونعلمها ونبين وجه يعني وجهها من ناحيه الاعراب ومن ناحيه اللغه ومن ناحيه الفقه. لا ماشي انا معاكم على فكره، انا اخدتكم خطوه خطوه وانا معاكم في اي اسئله. لو تحبوا هقفل حالا التسجيل، واللي عايزه تتفضل باي سؤال صوت ونتناقش مع بعض. يعني ايوه يا ريت استاذه والله، لانه تعبنا الصراحه من الكتابه، بضل المباشر اسهل لانه في اسئله صراحه ممكن حاضر. تسال. لا طبعا هنسال وهنجاوب ان شاء الله، بس انهي بس كلامي على الريكورد علشان يسجل يعني عشان الحلقه تذاع، وهفتح هلغي التسجيل وهتكلم معاك. وفي نهاية هذه المحاضرة الطيبة أقول كما قال الشاطبي: وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلا محمد المختار المجد كعبة صلاة تباري الريح مسكا ومندلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.